احتفلت الفنانة المصرية هنا شيحة بعيد ميلادها 35 في الساعات الماضية بحضور محمود شاهين ابن شقيق الفنانة إلهام شاهين، والذي تم تداول العديد من المعلومات حول وجود علاقة عاطفية تجمعهما. ولم يكتفي محمود شاهين بالظهور المتكرر مع الفنانة المصرية، بل وجه لها رسالة رومانسية بمناسبة عيد ميلادها. محمود شاهين احتفل هذه المرة مع هنا شيحة بشكل مختلف، حيث نشر عبر خاصيته للستوري عبر حسابه على انستغرام صورة تجمعهما من حفل عيد الميلاد، ووجه لها رسالة رومانسية أكد فيها على السعادة التي يعيشها خلال هذه الفترة بسبب تواجد هنا شيحة في حياته، حيث وصفها بالشخص الذي يجلب الفرح إلى قلبه. وأتمنى محمود شاهين كذلك للفنانة المصرية أن تدوم لحظات السعادة بينهما وألا تنتهي، حيث كتب قائلا: عيد ميلاد سعيد لشخص مميز يجلب الكثير من الفرح لقلبي، أنا ممتن لكل لحظة نقضيها معا، وأتمنى ألا تنتهي سعادتنا أبدا، وأتمنى أن تتحقق كل أمنياتك في هذا اليوم المميز. هنا شيحة نشرت أيضا عبر حسابها مجموعة من التهاني التي قدمها لها النجوم وأصدقائها بمناسبة عيد ميلادها 35، والتي كانت من بينها تهنئة محمود شاهين، لكنها لم تعلق عليها. وقد تسبب ظهور كل من هنا شيحة وابن شقيق الفنانة إلهام شاهين في حفل عيد الميلاد زيادة لجدل الدائر حول علاقتهما، حيث ظهر الثنائي وهما يرقصان في الحفل الذي حضره مجموعة كبيرة من أصدقاء هنا شيحة وكذلك أفراد عائلتها، حيث كان من بين الحضور الفنانة حلا شيحة. وبرغم مرور أشهر على علاقتهما وإثارة الجدل حولها، لم يكشف أي منهما عن أي تفاصيل، حيث اكتفى الثنائي بالظهور المستمر معا في العديد من المناسبات، والتي كان آخرها مهرجان القاهرة السينمائي. ويذكر أن فارق العمر بين الفنانة هنا شيحة ومحمود شاهين هو 11 عاما، حيث أن الفنانة المصرية من مواليد عام 1985، بينما محمود شاهين من مواليد عام 1996. ومن المعروف أيضا أن هنا شيحة تزوجت مرتين من قبل، الأولى من مهندس الديكور فوزي العوامري والد ابنيها الشابين آدم ومالك، والثانية كانت زيجة قصيرة من الفنان أحمد فلوكاس. ويذكر أيضا أن الفنانة إلهام شاهين أكدت في تصريحات سابقة لها على وجود علاقة صداقة قوية تجمع كل من محمود شاهين وهنا شيحة، وأن هناك احتمالية لوجود علاقة عاطفية تجمع الثنائي، لكنها نفت زواجهما، وأكدت أن الجميع سوف يعلم بتفاصيل الزواج إذا حدث. أكيد يعني مش هبقى أنا آخر من يعلم، لكن إن في قصة في قصة. شكرا لكم على حسن المتابعة، ما تنسوش لايك للفيديو واشتراك في القناة، وإلى لقاء مع فيديو آخر وخبر جديد، والسلام عليكم.